اهلا وسهلا بيكي ومنوره. اهلا وسهلا، كيفك؟ ما تعرفناش عليكي في البدايه. انا ديما سليم، انفلونسر وموديل. ده بالبريتش ولا بالامريكان؟ باعتبارنا في مهرجان عن الجمال والموضه، بالنسبه لك الجمال يمثلك ايه؟ المراه هي جمال اكيد. يخرب بيتك، انت بتجيب الكلام ده منين؟ المرأة هي الجمال، والموضة هو كل شيء بيلبق للمرأة، يعني مش ضروري يكون فاشن معين أو موضة معينة، المهم شيء بيلبق لها وبيطلعها ستايل وتناسق. أخ منك أنت أخ. الست اللبنانية أجمل امرأة في الوطن العربي، صح ولا غلط؟ صح. شهادتي مجروحة. لبناني ولا مش لبناني؟ ده شرقاوي. كم عملية تجميل عاملاها؟ ولا واحدة. والله ولا واحدة ولا واحدة. لا كده البداية غلط. هل انت مع الست تعمل عملية تجميل ولا لا؟ اذا محتاجة، بس الاوفر مش حلو، يعني كل ما كان انسان طبيعي كل ما كان اجمل اكيد. والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. الست الجميلة بتتعرف من ايه؟ من نعومتها اول شيء، نعومة. سوري كنت فاكره برتقال. هل فكرت تخش في مجال التمثيل؟ عم فكر حاليا، ما كنتش بفكر بس حاليا بفكر. ليه دايما المرأة اللبنانية متهمة دايما ان هي مثيرة؟ انتوا هتودونا في داهية بقى ولا؟ لانه دلوعة بطبيعتها، دلوعة غنوجة. اللي بتقول عليه الست ده؟ كل الستات نكدية، لازم شوية نكد، لازم شوية نكد، بس يعني بيمشي الحال. تغيري من واحدة أحلى منك؟ لا، أغار على ممتلكاتي بس ما بغير من حدا. بس أغار على ممتلكاتي، يعني على حبيبي، على أغراضي، إنما على مكانتي، بس ما بغير من شخص. مين دول؟